استقرار طبعا النسبية. طبعا يعني تعطي حالة من الاستقرار. فاليوم هذه الأموال إذا كانت كميتها كبيرة ستؤثر، فقد لاحظنا خروجها في الأيام الماضية إلى أين أدت في بأسواقنا. نعم. فبرأيي قد يكون بالوضع الحالي هي صار نوع أو أصبح نوع من التفاؤل وليس عملية ثقة، تفاؤل بأن الأمور ستكون أفضل لكثير من المستثمرين. يعني كان للسيتي سكيب دائما أثر كبير في السوق المالي، وعلى ما يبدو أنه هذا العام بهت أثره على أداء السوق المالي بشكل مباشر، فكيف تقرأ تأثيره؟ هل كان تفاعل مع ما جاء في سيتي سكيب أم أنه لم يأتي بجديد؟ كيف كان حال السوق المالي؟ طبعا من التقرير الذي لاحظناه بالنسبة لعدد الشركات المشاركة كم هي المساحات التي كأنه يعني موضوع مختلف. موضوع مختلف طبعا، لأنه يعني في الأيام كان دائما يعني موضوع مترابط. طبعا هي يعني إذا ما أخذت يعني بشكل مبسط، يعني في الأيام الماضية كان هناك بيع بالنسبة لسيتي سكيب وأي مشاريع، اليوم لا يوجد مشاريع جديدة، لا يوجد شركات مشاركة. إذا ما لوحظت يعني عدد الشركات كنا نلاحظ من الدول الأوروبية والأجنبية وأستراليا ودول الخليج، اليوم نلاحظ عددها أقل. كان برأيي سيتي سكيب عام 2008 كانت تعدت 1000 شركة حسب التقرير، اليوم هي أقل تقريبا بنسبة 30 أو 40% مشاركة. اليوم التركيز من خلال التقرير الذي إذا لاحظتي على التلفزيون، نعم، هناك التركيز على المشاريع التي سيتم إكمالها وليس هناك مشاريع أو تسليمها، لا يوجد مشاريع. فبرأيي لا 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 لم يكن له تأثير مباشر أو غير مباشر، لأن أسواقنا بدأت بالصعود منذ بداية رمضان يعني، وهذا نحن نتكلم اليوم عن تقريبا شهرين بالنسبة لعملية الصعود. أقرت الهيئة تداول المستثمرين بواسطة خدمة الحافظ الأمين اختياريا من العام 2010 وإجباري ابتداء من العام 2000 أو إلزامي من العام 2011. مهمة الحافظ الأمين هي تقريبا يعني مثل شركة المقاص، بدل أن يكون شركات الوساطة مرتبطة بالسوق يكون هناك شركة مقاص ستؤدي هذا الدور حتى تريح، يعني بدل أن يكون هناك أحيانا بعض المشاكل بين السوق وبين، ستقوم هذه الشركة بتغطية يعني تقريبا شركات الوساطة، هذا أسهل لشركات الوساطة حتى لا تكون العلاقة مباشرة مع السوق، تكون هذه الشركة أو هذا الحافظ الأمين مع السوق مباشرة مع شركات كوسيط بين شركات الوساطة والسوق. إلى أي درجة ترى أن هذه أن هذا القرار خطوة على طريق دمج السوقين بشكل من الأشكال؟ هل يمكن قراءة هذا القرار بهذه الطريقة؟ ممكن ويعني كنا نسمع من بداية السوق وهناك يعني ما زالت مباحثات وإجراءات على دمج السوقين. يعني كانت المشكلة هي المقاصة، وإذا وجدت جهة واحدة طبعا هي قد تكون أسهل يعني. ونحن اليوم نلاحظ بأن هيئة الأوراق المالية والسلع أصبحت أنشط وأكثر فعالية بالنسبة، فهذا يعني أن هيئة الأوراق المالية هي ليست هي للسوقين، يعني هي هيئة لقانون الدولي وليس مفصول بالنسبة، يعني قانون سوق أبوظبي هو يختص بدبي وسوق أبوظبي يختص بأبوظبي، يعني كل سوق تابع لهيئة منفصلة. أما إذا لاحظنا اليوم فهيئة الأوراق المالية هي التي تعمل عملية الضبط بالنسبة للسوق، قد تكون أقرب يعني بوقت قريب سيكون هناك يعني دمج بالنسبة للسوقين. هذا ممكن في هذه في ضوء هذه الخدمة. هل هذا يعني أيضا الحد من خدمات الشركات الوساطة؟ لا، شركات الوساطة لم تلعب هذا الدور، هي شركة المقاصة هي كانت مقاصة السوق، هي نعم. لن تقوم الشركات الوساطة بهذا الدور، هناك مقاصة عملية البيع والشراء هي مقاصة السوق التي تقوم فيها، فالحافظ نعم. الأمين سيقوم بهذا الدور أفضل، ستكون المعاملة ليست بين شركة الوساطة والسوق مباشرة، ستكون مع الحافظ الأمين هو الذي يؤدي الدور، يعني أحيانا قد يكون هناك مثلا تقوم بإقراض شركة وساطة مثلا، دعينا نعم. نقول إذا شركة وساطة مثلا كان هناك عجز بالنسبة، قد تقوم بتغطيتها هذه شركة الحافظ الأمين في 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 ظل قوانين معينة أو تفاهم بينه وبين شركة الوساطة، قد تكون أسهل بالنسبة لشركة الوساطة. كيف سينعكس إدراج هذه الخدمة على أداء الأسواق المالية بشكل عام؟ سيكون هناك جزء يعني كبير من مشاكل شركات الوساطة قد حل، بدل دائما العلاقة مع السوق ستقوم هذه الشركة يعني أريح للشركة، ستكون أقل يعني دعينا نقول صدع التراس بالنسبة لشركة الوساطة، ستقوم دائما من يكون بالوجه هي شركة الحافظ الأمين هذه بالنسبة للسوق، نعم. سيكون لايك البنك التسوي يعني دعينا نقول هي ستكون شركة الحافظ الأمين أقل يعني مشاكل مع السوق. يعني إذا أردنا أن نقرأ المؤثرات السلبية في السوق المالي في الفترة القليلة المقبلة، ما أبرز المؤثرات التي يمكن أن تلعب دورا سلبيا في أداء السوق المالي؟
طبعا هي يجب ان يكون هناك، لا اعرف يعني من هو المسؤول بـ 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 يعني مباشره عن اداء الشركات او الافصاحات او كل هذه، دائما يعني الافصاح والشفافيه هي اهم. طبعا اذا ما كان هناك تركيز من الاسواق بالنسبه على هذه الشركات يعني معاقبه الشركات التي تقوم بالتاخير، برايي لن يكون هناك مشاكل. وكلما كانت هناك يعني عمليه التسهيل بالنسبه لمعاملات الشركات الوساطه والمستثمرين، يعني سيكون هناك يعني أداء جيد بالنسبة للسوق، لن يكون هناك يعني مشاكل. ولكن بشكل عام دائما هناك عملية الإفصاحات كلما كان هناك تأخير. المؤثرات الإيجابية التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء السوق المالي، طبعا هي يعني دائما يجب أن يكون هناك يعني دائما اجتماعات، دائما يعني تواصل. على تواصل بين شركات الوساطة بين المستثمرين والأسواق. التمويل، التمويل طبعا التمويل شيء يعني نحن نعرف بأن عملية البيع والشراء الهامش هي موجودة في كل أسواق العالم، يعني هنا هاي المشتقات التي وجدت يعني برأيي لم يطبق شيء منها بعد بالنسبة لي، ولم تأخذ هناك تراخيص إلا على ما أعتقد شركة أو شركتين أخذت هذه التراخيص بالنسبة للمشتقات وعمليات الأوبشن. تفعيل مثل هذه يجب أن تفعل. نعم يعني اليوم نلاحظ كلما كان يعني هناك بالفترة الماضية عندما لم يسمح بعمليات البيع على الهامش أو الشراء على الهامش لاحظنا أحجام كانت قليلة، وكلما كان هناك تسهيلات بالنسبة لعمليات البيع والشراء قد تكون هي يجب أن تكون يعني منضبطة، أو هناك جهة تقوم بضبط هذه الأمور، لا نقول يعني كما في الماضي تنفلت الأمور، تنفلت الأمور نعم، ولكن هذه تساهم إذا كان هناك يعني عملية بيع وشراء يعني منظمة بالنسبة لهذه العمليات. فكلما قامت يعني الأسواق أو الهيئات المسؤولة بهذه بتطبيق هذه الأمور وبشكل منضبط برأيي ستكون أفضل إن شاء الله. الأستاذ نور الزعبي مدير عام ماك شرف للأسهم والسندات، شكرا جزيلا لحضورك. نتابع في إصدارات بعد فاصل قصير. في فقرة إصدارات نستعرض الكتاب الذي أصدره مؤخرا مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي جاء تحت عنوان ثورة الطاقة نحو مستقبل مستدام، وهو تأليف هوارد جيلر. يناقش هذا الكتاب ثلاث مقولات أساسية، أولها أن سيناريو الطاقة الحالي غير مستدام، وبدلا من أن يوفر أساسا للتنمية للأجيال القادمة فإنه يشكل خطرا عليها، فالاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة ونضوب سريع للنفط، ناهيك عن التوترات الدولية المرتبطة بالتنافس على إمداداته. أما المقولة الثانية فهي أن ثورة الطاقة ليست ممكنة فقط بل مطلوبة أيضا، ويمكن تحقيقها من خلال تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية. والمقولة الثالثة إنه من ممكن التغلب على العوائق التي تعترض ثورة الطاقة باعتماد سياسات عامة تستثمر النجاحات التي تحققت بالفعل في مجالات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تضافر الجهود العالمية من أجل مستقبل مستدام للطاقة. كما يرسم الكتاب ملامح الوضع الراهن للطاقة العالمية وتقنياتها المتاحة وأنماط استخدامها، ويستعرض تجارب الدول المتقدمة والنامية كالولايات المتحدة والدنمارك بريطانيا والصين والهند والبرازيل، التي تمكنت باعتماد مزيج السياسات المناسبة من التغلب على قيود سيناريو الطاقة الراهن والاستفادة من ثورة الطاقة والمساهمة في إيجادها. ويناقش مستقبل الطاقة بين السيناريو الراهن وسيناريو الطاقة النظيفة، ليخلص إلى توصيات مهمة تحقق بعضها بالفعل مثل تأسيس منظمة عالمية للطاقات المتجددة. إذن استعرضنا وإياكم كتاب ثورة الطاقة نحو مستقبل مستدام من تأليف هوارد جيلر وإصدار مركز الإمارات للدراسات والبحوث